تدرس وزارة السياحة الترويج لعدد من الأراضي التابعة لهيئة التنمية السياحية على صناديق الاستثمار العالمية بهدف جذب استثمارات أجنبية لمصر وإقامة مشروعات جديدة. وقال وزير السياحة يحيى راشد إن المجلس الأعلى للسياحة من المقرر أن يعقد اجتماعه الثاني خلال 6 أشهر لمتابعة أعداد التدفقات السياحية، مؤكدا أن مؤشرات الاتفاق السياحي خلال يناير تعد الأعلى أو الإنفاق السياحي عفوا تعد الأعلى منذ ثورة 25 من يناير 2011.